فلقد اشتريتم الماك بوك والآن تريدون تثبيت تطبيق تحرير الفيديو. تسمعون بفاينل كات برو باستمرار وهو من بين أفضل برامج تحرير الفيديو، لكنه ليس مجاني، فربما تريدون تجربته قبل دفع $299.99. لحسن الحظ يمكنكم استخدام النسخة التجريبية مجانا لمدة شهر واحد لتجربته ومعرفة ما إذا كان هذا هو ما تحتاجونه حقا. مرحبا بكم في فيديو آخر، وهذه المرة سأريكم كيفية تنزيل النسخة التجريبية لفاينل كات برو 10، وسوف أتحدث عن بعض الأشياء يستحق معرفتها عن النسخة التجريبية. إن تنزيل النسخة التجريبية لفاينل كات برو 10 بسيط جدا. توجهوا إلى apple.com واضغطوا على الماك، ثم اذهبوا إلى الأسفل حتى ترون هذه التطبيقات. اضغطوا على فاينل كات برو 10 ثم على المزيد عن فاينل كات برو 10. هنا ترون زر التجربة المجانية، انقروا عليه. الآن ترون هذه الصفحة حيث تحتاجون إلى وضع الاسم الشخصي والعائلي وعنوان البريد الإلكتروني. يمكنكم الوصول إلى هذه الصفحة باتباع هذه الخطوات أو فقط باستخدام الرابط في وصف الفيديو. بعد ملء المعلومات المطلوبة وهي قد تكون خاطئة، انقروا على زر التنزيل وسيبدأ التنزيل. بمجرد انتهاء التنزيل يمكنكم فتح الملف وتثبيته بنفس الطريقة التي تثبتون بها تطبيقات أخرى على الماك. عند مقارنة النسخة التجريبية بالنسخة المدفوعة الكاملة لا نجد فرقا ظاهريا باستثناء كلمة التجريبية. تتواجد جميع المميزات تقريبا باستثناء هذه، وذلك حسب إصدار نظام تشغيل الماك او اس. فلديكم الكثير من الوقت والخيارات لتجربة هذا التطبيق. شيء واحد يجب تذكره هو أن هذا لن يعمل إلا لمدة 30 يوما بدءا من اليوم الذي تقومون فيه بفتح فاينل كات لأول مرة، وليس اليوم الذي تقومون فيه بتثبيته لأول مرة. وإعادة تثبيت فاينل كات لن يمنحكم وقتا إضافيا للاستخدام. قد تجدون على الانترنت طرقا للاستمرار في استخدام الإصدار التجريبي حتى بعد انتهاء الفترة التجريبية، ولكن كونوا حذرين من أن هذا غير قانوني. عندما تنتهي الفترة التجريبية فهذا يعني أن الوقت قد حان لاتخاذ قرار الدفع أو إلغاء التثبيت، بدلا من تعريض أنفسكم للخطر باستخدام النسخة التجريبية لأكثر من 30 يوما. يمكنكم الحصول على فاينل كات برو 10 مع 4 تطبيقات مفيدة أخرى بسعر أرخص بطريقة قانونية. رابط الفيديو في مربع الوصف، فيه أشرح كيفية شراء هذه الحزمة الرخيصة باستخدام تجربتي الخاصة في شراء هذه التطبيقات كمثال. فهذه هي كيفية تنزيل النسخة التجريبية المجانية لفاينل كات برو 10. إذا كان عندكم أي سؤال سيسعدني أن أجيب على تعليقاتكم. اتركوا لايك إذا أعجبكم هذا الفيديو وشاركوه مع الأشخاص الذين تعتقدون أنهم بحاجة إلى معرفة هذه. أشكركم على المشاهدة ولا تنسوا الاشتراك للمزيد من الفيديوهات.